توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية الخيرية للمسلمين ومؤسسة الأمل لحربة المحاربين قوم المحاربين. الآن نحن بصدد توقيع نفس الشراكة مع مؤسسة الأمل في شخص محمد محمد شهبون مع سي مع رئيس ديال الجمعية ديال الخيرية للمسلمين سي معطوف ديال اللي تفضل سي شكور. بهذا الاتفاق مع شركائها الآن مع بعض الهدايا وتوزيع بعض الكراسي المتحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة الطلبة مساهمة من مؤسسة الأمل والتنمية الاجتماعية بهولندا وبشراكة مع الجمعية الخيرية لرعاية الأشخاص المؤسسين بإقليم لجمهورية. إذن المستفيدون المستفيد الأولى فضلة بدرع حفيظ الراوي تقدم لا كيناش كينا الهاشمي سنان او سنان او سنان كاين شاد الاسم الهاشمي سنان ملك اختصار ملكة اختصار ما كاينش كاين تفضل عمارة أي تفقيه عمارة أي تفقيه
العمارة أي تقيه. الفح عمار، الفح عمار. عوينات حدد، حاولوا تجيو تشوفوا معنا، شوف سندوق، شوف شوف هذا. إذا نقدم هذا الكرسي لولاد أحمد، السيد الدكتور سامي للخدماء المحاربين طبعا، شكرا لكم. خربش عمارة أو خربوش عمارة. نقدم للسيد خربوش عمارة السيد المدير سامي للخدماء المحاربين هذا الكرسي وهذا الزوار تذكارية لهذه الهدية طبعا. الدكتور خربوش عمارة محمد وخلف خديجة ربلي، خديجة ربلي. إذن نذكر بأن هذا سيستمر بعد الظهر أو في المساء لهذا اليوم لتقديم يعني بعض الأنشطة كذلك موازية لهذه الهدايا. إذن نواصل توزيع عتيقة صديق. عندك ناس الخرقة غادي يقدم هذا إذا كان لا تقريبا راه
صحيح انه التربه الطيبه لا تنبت الا بذره طيبه سواء في الشرق او في الغرب. المهم هناك اناس يحملون هموم الاخرين. هذه قاره خيرات في المستقبل. هذا نموذج شكل هذاك كيما شفتو تيبقى في القاعه باش يشدو شي دابا. يعني انما غادي نحاول نعطي واحد النموذج باش نتجاوزوا هذا الشيء ديال الوقت. لان اذا غادي ندوزوا لتوزيع بعض الاغذيه والمواد الغذائيه على رجال بطبيعه الحال. عبد الخالق المهذب. عبد الخالق المهذب. السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير تفضل باش اذا هذه الهدايا الرمزيه نتمنى ان تكون مقبوله ان شاء الله. إذن تحية للجالية ديالنا المغربية اللي كتشارك معنا في هذا الصباح بتوزيع هذه الهدايا الرمزية على بعض المسنين أو بعض عبد الرحيم الهاتف أيت العباس ديالنا أيت العباس وصلي Merci une autre fois pour votre générosité et vous êtes très bien accueillis au Maroc, chez vous aussi. Merci à vous aussi. Barsla. جنود الخفاء كذلك شهادتك شكرا كثير.
لهذه القناة في شخصي هذه. أحن إلى فاس وما أنا من فاس ولكنني أهوى بها قادة الفكر. لا 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 لا
You're not ready. Worthy. ملكة ملكة بار رئيس الجمعية أحباب حمار طفولة متخلعة في مدخل البيضاء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعاد ورا